الجليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في برنامج 18 وحلقة جديدة من البرنامج. خلال ليالي الجمعة الخميس والجمعة من كل أسبوع نكون معاكم في هذا البرنامج الحديث عن البطولات المحلية لكرة القدم في دولة الكويت. اليوم عدنا بعد أسبوعين كنا فيها خارج الديار وبدعوة من مجلس أبو ظبي الرياضي، مشكورين. تم توجيه الدعوة لنا وحضرنا هذه الدعوة ولبيناها وحضرنا حفل جوائز توزيع، حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2016 اللي يقيم في العاصمة أبو ظبي. شكرا لأمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي أخوي عارف حمد العواني أبو حمد على هذه الدعوة، وشكرا لمجلس أبو ظبي الرياضي على هذه الدعوة وعلى هذا الحفل الجميل. ونبارك لمن فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016، اللاعب عمر عبد الرحمن لاعب المنتخب الإماراتي ونادي العين. عموري جود لك وعسى الله يوفقك ويحميك من شر الإصابة. بداية نرحب بضيوفنا الليلة، محلل برنامج 18 دكتور محمد مشعان، مساء الخير. مساء الخير عليك بيوسف وعلى الأخوان المشاهدين، حياك الله والحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة وأنت الحمد لله على السلامة. الله يحفظك. ونهني إخواننا الإماراتيين في نجاح هذا الحدث الكبير، ونتمنى أن يكون الحدث القادم في دولة الكويت بعد ما يكون اتحادنا معترف فيه آسيويا وعالميا بإذن الله. إن شاء الله. ايضا رحب بمحلل برنامج 18 البديل الناجح استراتيجي الاستراتيجي عايد الرضاب. هلا برضاب. يا هلا فيك، ونرحب عودتك من هالرحله اللي اشتقنا فيها اسبوعين، ترى طولت علينا. الله يحفظك. يقولون حست المرقه. ما حست المرقه، الله وكيلك. بعثرت ال 18 صارت شو اسمه حبيبي. انا بيني وبينك لما شفت الحلقه قلت لا مكان يرقل برضان جاي مشوت. اذا شاي الضحى بانتظارك. بس بغيت بدايه بغيت ارحب بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، على نرحب بقدومه على دوله الكويت واخيه سمو الشيخ صباح الاحمد امير المفده، ونقول اهلا وسهلا في بلدك الثاني الكويت. نعم حياك الله يا برضان. وايضا نرحب بمحلل برنامج 18 اخوي علي الزيد، حياك الله كابتن. الله يحييك يا ابو يوسف، ورحب فيك ورحب بالحضور. وزمان ما شفنا العمران الدكتور المشعان ومحمد، محمد اشوفه يعني من فتره فتره. حياك الله. وعايد يقولون صاحب البساط منك يعني خلال اسبوعين. ما يحتاج. استاذ استاذ برضان تعلم منه. ايضا نرحب بزميلنا ضيف الحلقه الليله الصحفي محمد صالح، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيك ابو يوسف، وارحب بالحضور الساده المشاهدين. وابو رضوان على وجه الخصوص لان يوم غبت انت قاطعني للستر، لا تغيب مره ثانيه معي. عافية. انا عندي قم قم نظام قم تسوي التزمت بالوصيه. ايضا رحب بضيفنا الليله مساعد مدرب نادي كاظمه المحلل الفني ناصر العمران، مساء الخير ناصر. مساء النور بيوسف، رحب فيك والموجودين بالاستديو والساده المشاهدين، وان شاء الله نفيدهم تحليلنا الفني. اليوم متمسح. اليوم مسبع. مبارك لكم ايضا فوزكم في الجوله الخامسه في كاس سمو ولي العهد 7-2 على نادي الشباب، هارد لك لنادي الشباب، نتيجه قاسيه شوي. ايضا نتائج اليوم، القادسيه يفوز ايضا الامس 3-0 على نادي صلابيخات، والعرب يفوز اليوم 3-1 على نادي برقان. راح نتكلم عن هذه المباريات وتحديدا الجوله الخامسه في كاس سمو ولي العهد، لكن بعد ما نتوقف لهذا الفاصل. عودة لكم مجددا، وبداية نستعرض بعض أهم الأخبار اللي نشوفها موجودة في الساحة وأمور يتداولها الكثير في الشارع الرياضي. وصلت يعني الأمور إلى قضية
رفعها اللاعب مساعد ندى، اللاعب اللي كان معار من نادي القادسية إلى نادي السالمية على رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف. بداية محمد، أنت خلنا نتكلم عن هذا الموضوع، مساعد ندى وتركي اليوسف، القضية في المحكمة للفصل. هناك مبلغ من المال يطالب فيه مساعد إدارة نادي السالمية، واتجه إلى المحاكم بعد ما عجز عن يعني تلبية المطالب بشكل ودي. شوف، بداية هو الذهاب للمحكمة أمر حميد، التخاصم داخل القضاء هذه سنة حميدة جدا، لأن أي أحد لحق في قضاء يفصل بينهم، وبالنهاية القضاء ما يزعل، يعني ما حد راح يأخذ حقه بأي شكل آخر، اللي بيأخذ حقه بيده، اللي بيأخذ حقه بالصراخ، اللي بيأخذ حقه بواسطة، هذا كله ما يمشي، في قضاء هو اللي يحكم في هذا الأمر. مساعد صرح أنه هو مو ماخذ مستحقاته، والمبلغ الموجود 350 ألف دولار أعتقد، اللي هو 112 تقريبا كويتي. كان في رد من محامي نادي السالمية، ورد حتى من الشيخ تركي اليوسف، بصراحة هم قالوا كأنهم يقرون فعلا أن في مستحقات لمساعد وما أخذها، لكن على كلام الشيخ تركي يقول إذا هو راح للقضاء فخلي يأخذ حقه من القضاء، هو على عيني وراسي، هو بالنهاية حق لازم يؤخذ. مساعد ذاكر المبلغ هذا، السالمية يقولون لا، عندنا اثباتات ان احنا معطينا اكثر من نص المبلغ، فبالتالي الباقي حق مساعد اقل من المبلغ اللي هو رافع فيه قضيه. مساعد يثبت هذا الموضوع، يثبت بالنهايه هو على اساس ان الشيخ تركي ومحامي نادي السالمية ذاكرين علني ان عندنا ما يثبت ذلك، فاذا عندهم هذا الامر اعتقد ان مساعد ممكن يخسر القضيه كلها بسبب المبلغ انه مو صحيح، يعني المتبقي يمكن يعني يا اما يعطونا المتبقي وخلاص، او انه يرفع قضيه ثانيه عشان ياخذ المتبقي من مستحقاته. زائد ان الشيخ تركي ايش اقول لك، انا كانه يبين هذا الامر، قال احنا نعم نادي السالميه يمر بضائقه ماليه، وانا اللي قاعد اتحمل هذه الضوائق الماليه كلها بشكل شخصي وفردي، فكانه كان يلمح لنطر علي شويه يا مساعد، بس مهم ومعقول، خلصت السنه ودخلنا على موسم جديد، وللحين مساعد ما اخذ حقه، اعتقد دام ان مساعد لحق يجب أن يؤخذ بشيمة بجيمة بقضايا، لازم مساعد يأخذ حقه لأنه حقه بالنهاية، بما أنه تجه للقضاء فأعتقد أن القضاء راح ينصف مساعد. نعم، أنا يعني حتى أخوي بطلال كابتن مساعد ندى فريق الإعداد تواصل وياه قبل الحلقة، لكن ما لقينا أي رد، عذرك معاك، لكن أتمنى إذا يعني شفت التليفون ترد علينا في البرنامج وناخذك بمداخلة. اعتقد لا، يقولون الشباب انه رد مساعد لكن فضل انه ما يظهر هذا الموضوع للاعلام، واعتذر عن المداخله في خصوص هذا الموضوع. شكرا لك، ولك طبعا حريه القرار يا ابو طلال. كابتن عايد، في هذه القضيه والله انا اسف للحال اللي وصلنا اليه صراحه، رياضيين وكلها محاكم ومشاكل وانضباط واستئناف ومسابقات، واخرتها لاعبيننا ورؤساء انديتنا بالمحاكم، يعني الوضع صراحه مزري. بس صاحب الحق وين؟ طبعا لا، انا اقول لك مساعد معاه حق، اعتقد ان هم له علاقه هو بنادي السالميه، المفروض انه يعني ما يوصل للمحاكم، يعني بطريقه ما يلقون لهم طريق ودي. والشيخ يوسف، الشيخ تركي اليوسف، اعتقد انه ما راح يقصر وراح يطيح حقه، بس الظاهر السالميه يعني مو بس ترى سالفه مساعد، في كيتا والصيفي وهذا وخالد الرشيدي، يعني عندهم ازمه ماليه، فانا اقول لمساعد يا مساعد كمل طيبك وشوف لك شغله وديه، المحاكم ما حطت حق الرياضيين، بس حسبي الله اللي وصلنا الامور هذه وخلانا نلجا للمحاكم، وحسبنا الله بس هذا يسر. طيب، ايضا في خبر اخر بان النادي العربي هناك اخبار تشير الى انه قد يستغني عن لاعب النص دماو، على الرغم من تألقه في بعض المباريات، يعني اذكر على سبيل المثال مباراه خيطان لجماعه النادي العربي. دكتور، رايك في هذا الموضوع؟ تضحك دكتور. اي تألق هداف الفريق. اي تألق والله بيوسف، لا تعليق، لا تعليق بصراحه، اذا كان العربي جماهيري بالجماهيريه اللي يملكها، بالانجازات اللي يملكها، بصراحه بالاداره او الاداريين اللي يملكون الاموال، ويكون هذا محترف في نادي العربي، فانا بصراحه ما عندي تعليق. في اخبار تقول يعني الان ان منذر ابو عماره والغاني جون لاعب النادي الاهلي المصري
قد يكونون خيارات النادي العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير؟ شوف بيوسف بصراحة أي لاعب بالنسبة لي يعني يلعب في الأندية الكبيرة راح يكون أفضل من دمار، لكن أنا أتكلم لك على في ازدواجية في الاختيار، في خطأ كبير في الاختيار. شلون؟ الموسم اللي طاف أو اللي قبله كان عندك المواس، واحد من أفضل اللاعبين اللي راح يكونون مفيدين لستايل وطريقة العربي، فأنا استغرب إن يكون المواس خارج التشكيلة العربي الحين، خصوصا أن المواس الآن يعني تعاقد مع أحد الأندية المميزة خليجيا وفي الدوريات المتطورة اللي تفوق لتطورها بصراحة. اللي أقوله أن العربي يحتاج إلى أن يحدد نوعية المحترفين اللي يحتاجهم، نوعية تكون نوعية جيدة وليس الاختيار للمتعهد. يعني المتعهد أنت كاليوم كمدرب تجلس مع اللجنة الفنية أو الناس المعنية في اختيار اللاعبين وترشح. أنا محتاج اليوم ارتكاز عصري، ارتكاز يجيد قطع الكرة ومن ثم يتحول المناطق الأمامية، وبعدها تشاهد الفيديو. يفضل أنك تشاهد مباريات، لأن بيوسف أنا إذا بشاهد مقاطع يعني جزئية ومقاطع صغيرة لأي لاعب، أسوأ لاعب ممكن يكون أفضل لاعب. ما هي مقياس صحيح. اليوم الزيد وهو يعني معتزل ممكن يطلع لك احسن لقطات تكون فيها افضل لاعب. فانا اقول لك انت محتاج انك تشوف اللاعب بدون كره. وين تشوف اللاعب بدون كره؟ مو باللقطات، اللقطات انت قاعد تلمس الكره، وكره القدم 90 دقيقه. كم من ال 90 دقيقه هذه راح تلعب بكره؟ تحتاج 3 دقائق 4 دقائق. تحتاج انك تدرس اللاعب كميه عدد مباريات كثيره. انا بالنسبه لي كلاعب ارتكاز اهم شيء بالنسبه لي هو اللعب بدون كره، لان 90% او 80% من لعبة كرة القدم هي هم 22 لاعب ولاعب واحد بس اللي معاه الكرة، فكم دقيقة اللاعب يلعب بدون كرة؟ أنت محتاج تشاهد اللاعب بدون كرة، واللقطات أو اللي موجودة في الأفلام أو الكليبس اللي موجودة عن اللاعبين اللي موجودة في المتعهدين كلها بيوسف مع الكرة، فطلع لك اللاعب كأنه مارادونا. فأنا أقول لك يجب أن يعاد النظر، يعني سطحية أمانة اللي ينظر إلى فيديو للاعب ويختار اللاعب. عمري ما قيمت لاعب بكليبس. محتاج أي لاعب محتاج أشوفه، أحتاج لا يقل عن 4-5 مباريات حتى أفهم اللاعب كيف يلعب مع خصم قوي، اللاعب كيف يلعب مع خصم ضعيف، اللاعب كيف يتحكم بالمباراة لما يكون في الدقائق الأخيرة تحت الضغط، لما يكون عنده انذار، كل هذه كيف حتى بدون كرة يقصد إنه يعني مو بدون بيوسف بس مداخلة. أنت بس عفوا أنا بسألك سؤال، ما زلت عند رأيك بأن دماو من أفضل لاعبين المحترفين للنادي العربي؟ في الحلقات السابقه الكل قال ان دماو لاعب عادي. انا قلت لك لاعب جيد يعطي اضافه للنادي العربي. الحين مو المطلوب هو غيرت لا بالعكس، زمان كان يشيد هو شنو؟ انا كنت اشيد بلاعب دماو. ادري قاعد اقول لك ما زلت عند رايك. والدليل على ذلك هو هداف، هو وسط محور متحرك يتحرك في عرض الملعب، بالاضافه على ذلك عنده حس تهديفي، قاعد يسجل، سجل ضد الكويت، سجل ضد كاظمة، سجل، عنده حس. أنت وسط متحرك محور وهداف، هذه ميزة للاعب. نعم أنا أتفق مع الدكتور، إمكانيات مو ذاك الإمكانيات اللي يروح عند قلوب الدفاع ويبني هجمة من الخلف، لكن وسط متحرك عنده نزعة هجومية، مزعج، مقاتل. في بعض الأحيان المدربين يحتاجون اللاعب التكتيكي اللي داخل الملعب. يعني أنت تشوفه أنه هو لاعب تكتيكي يخدم، تكتيكي محور يخدم جيد، وإضافة على ذلك قلت لك عنده حس تهديفي، فهذا عملة نادرة، وسط محور عملة نادرة وعنده حس تهديفي بالكرات الثابتة، فيعتبر إضافة للعربي. فأنا لو كنت يعني أنت مو مع إدارة النادي العربي بتغيير الاستغناء عن المحترف والاتجاه إلى منذر أو جون؟ أنظر لها فنيا، لو أنا كنت مدرب نادي العربي أبقى بهذا اللاعب مع الفريق، وخاصة أن تأقلم. يعني كنت حاضر كل مباريات العربي، اللاعب في أقل مباراة يلعب 4 أو 5 باصات غلط، أوت، مو ورا ولا قدام، مو قريبه من اللاعب بس غلط، مو هذا ناهيك عن الباص اللي المفترض ان انت مع جاري اللاعب يلعبها قدام. احنا فيها مساعد مدرب نادي كامل، اذا بيستغنون عنه نادي العربي خذوه. لاعب مقاتل هداف. دكتور خارج الهواء قال لي ليش ما تاخذون هذه كاظم؟ قلت له عندنا لاعبين محليين افضل من دماو. انا ما قلت لك انه ما قيسه، ما قارنه بين لاعب ولاعب، لكن كامكانيات داخل الملعب أنا في بعض الأحيان صح اتفق معك اللاعب وسط يحتاج إنه يمرر تمريرة صحيحة للزميل، لكن ليش أنا قلت لاعب تكتيكي؟ أنا بعض الأحيان مدرب يحتاج اللاعب المشاغب داخل الملعب
اللي يضغط على صوب اليمين يضغط صوب اليسار. كابتن ناصر وعنده مشاغب بس يكون شوي ما عنده فكر يعني. كابتن ناصر تنقطع منه الكره بشكل شبه مستمر. التغطيه الدفاعيه طبعا يعني ما بقول لك يعني اقدر اقول شبه معدومه، شبه معدومه يعني كل الثقل الدفاعي بالنادي العربي قاعد يقع على المحور الاخر الموجود اللي قاعد يلعب يمه، وهو ما في اي ثقل دفاعي يعني. ما انا ما قط شفته قطع كره ويستلم الكره الراده من ال 18. نعم معنا مباراه وديه فاز العربي 1-0 قبل بدايه دوري فيفا 90 دقيقه كان مميز داخل الملعب متحرك ومزعج. لعب معنا في كاس ولا تقييمك له من هالمباراه يعني؟ لا 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 لعب معنا في كاس ولا العاد سجل علينا هدف وكان مميز بتحركاته في وسط الملعب يعني وسط محور وهداف وهو هداف الدوري ونقول عنه احنا مو زين صعب صعب جدا. وانا ابو يوسف بقول لك لا هذه الارقام مو تأييد لكلام ناصر صراحه تأييد لكلام ناصر اي نعم. دامال من افضل اللاعبين العربي الحين واعتقد انه بدا تاقلم فعلا وهداف الفريق ترى اربع اهداف عنده وهداف وهداف الدوري فيفا اللي هو بدر المطيري لاعب صليبي خاتم 5 اهداف هو ثاني الهدافين تاقلم الحين قاعد يتاقلم. شوف أما هو احتمال يكون قدوم مدرب العربي الجديد احتمال عطاء ممكن وظفه عدل وظفه احتمال قاعد يمشي وبعدين في فائده ثانيه ابو حسين ممكن يلعب قلب دفاع قدامه والعربي محتاجين واحد بهالمركز هذا بالايام راح تثبت انه راح يلعب قلب دفاع وراح يبدع بالنسبه لي صعب جدا صعب انت جداً. انت مصعبها من زمان. انا اقول لك ليش تفضل. هو ميزة اذا كان له ميزه في المسافات الطويله ممكن يقطع لك 30 متر 20 متر بدون كل خطوات طويله صح. قلب الدفاع محتاج لاعب خطوات صغيره يعرف يتحرك وايضا يعرف يلمس الكره ويبدا الهجمه. لكن انا برجع حق نقطه العمران هو من حقه كمدرب او برازان كمدرب او لاعب سابق كل واحد له الحق انه يشوف اللاعب بالنظره اللي هو يبيها. لكن انا ارجع لكلامك وكيف انت تشاهد اللاعب. انت بالنسبه لك ان اللاعب يقطع مسافات وانا وياك يقطع مسافات وممكن يوصل. لكن نرجع حق السائل العربي والصالح يمكن شاهد كل مباراه العربي. هل العربي من افضل 5 انديه في الكويت تسيطر على الخصم وتستحوذ حاليا؟ لا العربي ما يستحوذ على الخصم. فانا اذا ابي اللاعب يخترق لازم اوصله بالاستحواذ لل 20 متر الاخيره حتى اصغر له الملعب وخليه يعمل بنتريشن واختراق. لكن حاليا العربي قاعد يعتمد على كرات طويله في بعض الاحيان تغيير الملعب في بعض الاحيان بريسنج وقطع الكره. لذلك يمكن يكون وانا وياك ممكن يكون يملك جزء بسيط وهو التحول والسرعة والخطوات الطويلة ويأتي من الخلف دائما ويأتي من الخلف خطأ. بسبب سرعته إيه؟ لكن أنا أقول لك بصراحة أقل بكثير من مستوى علي مقصيد. وأنا لما يكون عندي محترف أقل بكثير من المستوى المحلي فأنا ما أعتبر هو دكتور يختلف المركز. علي مقصيد ممكن يلعب صانع لعب وممكن يلعب وسط محور إذا احتاج المدرب. بس إمكانيات علي مقصيد يحتفظ بالكرة تحت الضغط يبني هجمة مهاري عنده رؤية داخل ملعب. دماغ وسط محور متحرك مزعج إيه بس إمكانياته الفردية ضعيفة. لا أنت ما تقارن مقصيد قارن مثلا دماغ مثلا محترف كيتا دماغ كمارة صح في فرق. كمارة أفضل من دماغ كيتا أفضل من دماغ لكن العربي هو يعني دائما في المقارنات هو الحلقة الأضعف ما يخالف كيف تنافس أنت كالعربي مو لاعب سيء يبقى لاعب جيد. بالإضافة على ذلك إن نفس كلام الدكتور العربي ما يضغط ما يضغط الحين على الخصم يتراجع. أتفق معك إنه هو بالمساحات الطويلة لاعب زين لكن أنت تبي اللاعب اللي يسبب لك إزعاج في وسط الملعب. باختصار عمران هل هو اللاعب اللي ممكن يعود أو يساعد في عودة العربي لمستوى المعروف؟ أنا أقول لك ليش الكرات الثابتة عنده الحلول. هل ممكن يعود يخلي العربي يعود لان كل كورنر كل فاول ضربه حره هو يسجل هدف. بنيه جسمانيه يقطع في العرضه الاولى بشكل جيد ويسجل اهداف. لا بس صعب انه قاعد يعطي العربي الفوز قاعد يعطي العربي الاريحيه داخل الملعب. انت لما تقدم 1-0 من كره العمران خلصك يختلف رتم الاداء داخل الملعب. خلصك يا ابو العربي احتمال والواقع انه هو مقبل على ثوره فنيه على الفريق كله من محترفين وحتى من لاعبين محليين. شلون يعني هذا اللي يحتاجه فريق النادي العربي. المحترفين اغلبهم تقريبا مستواهم يعني عندك لاعب مصاب
ما لعب ما شفناه احمد الصالح. اي هذا خالص عندك دماو مستوى ما هو المستوى اللي يليق بنادي كبير مثل خلينا بالعربي انا بقول انت انتم صحيح ان حتى احتمال قاعد يكون ان لهم نظره على لاعبين محليين علي. يعني يحاولون انه يغذون فيه. لا فراس الخطيب هل صحيح انه راح يغادر بيناير الفريق؟ والله ما عندي صراحه فكره، ما عندي. يفترض يغادر لحد الان ما عندي. ليش يفترض يغادر من اول البرنامج؟ واحنا اذا تذكر من ايام ما كان عربي كنا نقول لك فراس انتهى، فراس انتهى. فراس كان يبرز في المواسم السابقه في اخر 5 مباريات حتى يتم تجديد عقده او يعني يبحث عن عقد ثاني. وانا اقول لك فراس لاعب ذكي، لكن بدنيا اللاعب كثرت الاصابات خلاص. اذا تبي وجهه نظري، في تجديد عقده ولا لا، انا وجهه نظري ان فراس مثل ما قال الدكتور فنيا وبدنيا ما هو فراس اللي لا متعود. لا زال سمين لاعب ما قدر يعطيك اكثر من اعتقد من 10 دقائق. اول شيء منعت يوم فتح لك الباب. لا 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 انا قلت لك ما ادري عن النادي هل بيجددون له ولا لا، لكن انا قاعد اقول وجهه نظري. يوسف هذا ما يقلل من قيمه فراس. فراس لاعب ما نقول ليه صحيح من اذكى المحترفين اللي مروا على هذه المرحله خلاص. هذه سبحان الله امرنا عرف نفسه يعني بس سنه كره القدم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر من الاخبار والنقاشات وندخل على محاور الليله وحديثنا عن الجوله 5 في كاس سمو ولي العهد، لكن راح نتكلم عن كل هالمواضيع بعد هذا الفاصل. عودة لكم مجددا. اللي حاب يتواصل معنا في برنامج 18 يقدر يكتب مشاركته على الهاشتاج الخاص في البرنامج، راح تشوفون الهاشتاج يحط لكم المخرج شوي اللي هو برنامج _ 18. شكرا طلع الهاشتاج او الاتصال على ارقام البرنامج اللي راح تشوفونها الان طبعا اسفل الشاشه. معي مشعل الشمري، صباحك الله بالخير. مرحبا مشعل. الو مرحبا مشعل. يا اخوي ابو يوسف. يا هلا ومرحبا حياك الله. يا السلام اخو ابو يوسف. الله يسلمك. امس عليك ومس على اللي عندك ضيوف. حياك. امسك بالخير. بغيت اتكلم الصحفي محمد الصالح مع الكاميرا. اي تفضل. اعطيك اخوي محمد الصالح. اهلا وسهلا فيك اخوي. تفضل. ابارك حق مباراه اليوم فوز العربي على بوبيان. الله يبارك فيك ان شاء الله. ايوه محمد صادق كنت اسالك عن اللاعب دمام، ايش رايك فيه اليوم؟ وتقل تحسن احسن من قبل يعني المباراه اللي طافت. وابدع مباراه خيطان. اسمعك وياك. اجاوبك تبي الحين يعني؟ فتحسه هو الشرميتي محمد امين الشرميتي بدعوا، هم الاثنين هذول بدعوا. صحيح. اي نعم. فالدكتور مشعان يقول لك ان المواد احسن من دوام، الدوام غزي اللي هو كان بدع المنصور الطاف. شو اللي سواه؟ لاعب السر مع احترامه له حق نادي العربي اللي هو المنصور الطاف. منو اللي هو شو اللي سواه؟ المواس. المواس محمود لاعب السوري. نعم. المنصور اللي قبل الطاف. شكرا العربي. شكرا لك، ان شاء الله ارد عليك بعد شوي. بدر الصقعبي صباحك الله بخير. صباحك الله مثله. يا هلا ومرحبا حياك الله. الله يسلمك ابو يوسف. ابو يوسف كلام ناصر عمران بالنسبه حق دمام صحيح. نعم. لاعب وجيد ونحتاجه بملاعبنا. واحترامي حق البقيه. وعايد الرضان قال بعد كلام طيب عن دمام. نعم. العربويه ما اقدر. حبيبي لا. شو العربويه ما تقدر يعني رايك لا لا عشان عربويه ولا؟ لا اقول الصج. اي نعم. تمام. لا صحيح صحيح دمام لاعب ومشكورين يا اخوان. قواك الله يا ناصر. اوكي اشكرك يوسف. حياك الله. شكرا لك. حمد محمد صباحك الله بالخير. الو صباحك الله بالنور. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك سلمك. انا عندي سؤال حق اخونا صاحبي صالح. نعم. انا بخصوص اداره النادي يعني مشاكل النادي العربي، انا اللي اسال يعني اللي اشوفه سؤال وهو وجهه نظر، اللي اشوفه المشكله مو باللاعبين يا جماعه ولا بالمدرب. مشكلة بالإدارة، المشكلة الأساسية بالإدارة. معقولة 16 سنة
كم مدرب مر على الإدارة؟ جددوا مرة فريق كامل. يا جماعة المشكلة واضحة والله أوضح. يعني أنا أقولك يا احترام المجلس إدارة النادي العربي لقيت ثلاث نقاط، هذه شماعة شماعة عشان يقطها. الحين السؤال اللي بس حق صالح، يعني شوف الأزمة الحين باللاعبين ولا بالإدارة؟ المحترفين ولا بالإدارة؟ من اللي قاعد يجيب المحترفين؟ الإدارة، الإدارة والمشاكل اللي بينهم، العبثة اللي صايرة هي سبب تدهور النادي العربي. يعطيكم العافيه، حياك الله. شكرا لك. شكرا لك فيصل. فيصل انصاري، صباحك الله بالخير. صباحك الله بمثلك. يا هلا ومرحبا يوسف، كيف حالك حبيبي؟ بخير الله يحفظك يبارك فيك. وش اخباركم؟ نمسي عليكم ونمسي على وانت تصبح عليكم الحين مع ضيوفك. نعم، سمعنا المشاركه نتاع بخصوص الموضوع اللاعب دماو. يعني احنا كلنا متابعين واحنا الجمهور العربي يعني قاعد نشوف احنا اللاعب، يعني اللاعب بالعكس قاعد يؤدي المهمه اللي عليه، وفوق هذا قاعد يسجل اهداف. واذا تتكلمون انتم يعني انا اشوف قاعد يصير في احراج لمحلل القناه عندكم اخونا كنا ناصر العمران. اي يعني انه اذا انتم اخذوه، هو مو طرح انه تاخذوه ولا من ياخذه ولا اي فريق ياخذه، وليش وإذا زين ليش فريقك ما ياخذه؟ يعني اللاعب قاعد يؤدي والريال قاعد يقول رأيه أنه لاعب زين ومؤدي وقاعد يسجل أهداف، واضح كلامه. يعني ما يصير يعني أنه تحرجونه بهالموضوع هذا. تمام، واضحة. شكرا لكم. العفو، حياك الله. منصور الشطي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا أبو يوسف، الله يعافيك. مساكم الله بالخير ولا صبحكم الله بالخير. أول شيء يعني على اللاعب دماو لاعب نادي العربي، يعني إذا لاعب مسجل 4 أهداف وهو لاعب يعني وسط، أنت شنو تبي من هذا اللاعب؟ يعني مع احترامي حق كلام الدكتور محمد المشعان، يعني لاعب قاعد يؤدي أداء وزيادة، يعني قاعد يسجل أهداف، وهذا 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 الشيء مو مطلوب منه، وهو الحين الهداف يعني بالنسبة حق النادي العربي هو الهداف الحين، وبالدوري مسجل 4 أهداف هو يعني ثاني واحد أتوقع ثاني الهدافين في الدوري. نعم، 4 هداف 5. نعم، يعني مستحيل إنه يكون لاعب مو زين أو أداء مو زين. نعم، شكرا لك. شكرا، حياك الله. راكان المشاري من الرياض، صبحك الله بالخير يا راكان. صبحك الله بالخير يا ابو يوسف، هلا ومرحبا. حياك الله. انا ودي اشارك بس ان على اساس كلام الدكتور محمد المشعان ممتاز 100%. نعم، يعني انتم تتكلمون عن داوان هذا المحترف الارباوي، بدع وعامين مع فرق يعني دون المستوى، وين قدام القادسيه؟ وين قدام السالميه؟ وين؟ ما قدم اي شيء. انا اجيبه عشان يضيف، مو هو احنا اللي نضيف له. فانا مع الدكتور، مع احترامي للجميع، مع الدكتور قلبا وقالبا. يعطيكم العافيه. شكرا، شكرا لك. ارجع الى اسئله المتصلين. مشعل الشمري يقول اللاعب دماو يعني ابدع مع امين الشرميط اليوم، وكان يكلمك تحديدا، مو عاجبه انتقادك للاعب. وايضا متفق مع بدر الصقعبي ويقارن بالمواسم ويتكلم عن المواسم في جزئيه هني ارجع فيها للدكتور. امين الشرميطي من اول ما لعب ومستواه تدريجيا قاعد يتطور وقاعد يؤدي اداء ممتاز، هذا شيء احنا خالصين منه. بس نتكلم عن دماو. دماو لعب اللعبات الجيده اللي لعبها مع الفحيحيل اول لعبه، ومع خيطان اللي فاز فيها الفريق بالنهايه 4-1. لعبوا مع كامل احترامي للفرق هذه، شوف ترتيبهم بالدوري وراح تعرف دماو شنو اداءه مع هذا الفرق. ممكن اي لاعب كان يؤدي افضل من ذلك. كل اللاعبين، لاعبين العربي كلهم بدون استثناء، لعبوا مع الفحيحيل ومع خيطان افضل من اي لعبه اخرى في الدوري تحديدا. يمكن اللهم لعبه اليرموك اللي بعض اللاعبين ابدعوا فيها اكثر. بشكل عام لاعبين العربي هم افضل لعبه لعبوها لعبه خيطان، فمو شيء غريب يعني. بعدين العفو داماو، انا لاخوي الشمري ولغيره ولكل العرباويه، هل داماو هذا اللي بناخذ فيه للدوري؟ هل هذا المحترف اللي بوصل النادي العربي للدوري، او اللي بينقل في مستوى العربي؟ كابتن من ناصر، مجموعه من المتصلين كانوا متفقين يعني انه هو دماو لاعب ممتاز. دقيقه، هذا لاعب وسط محور يفتك الكره ويكمل الهجوم، هو مو لاعب صانع لعب ولا لاعب مثل الشرميطي انه يصير هداف الدوري
وتقول لك والله الشربيطي ياب الدوري حق العربي، لاعب وسط المدرب يختاره لأدوار داخل الملعب، يركض في عرض الملعب، متحرك مزعج، يزعج فريق الخصم، يسجل أهداف من الكرات ثابتة. هو نعم هو مو هو اتفق معك دماو ممكن يجيب الدوري حق العربي، اليونان خذوا كاس اوروبا من كرات ثابته، كرات ثابته اتجاه تكتيكي، اتجاه تكتيكي في كره القدم. خلني اوصل لك نقطه، ممكن انا افكر 90 دقيقه من كره ثابته يطمر دماو يقول لي 1-0 ثلاث نقاط، هذه بطوله مغلقه اولا ولعباتها قليله. لا انا اعطيك مثال، لا مو مثال مراكب، لان هذه بطوله مغلقه يا ناصر. دماو لاعب وسط محور وليس صانع لعب، دماو مو ميسي، دماو مو سوارز، انا ما حد قال انه متحرك، ما حد قال انه نبي دماو يجيب الدوري في واجباته، هو كلاعب وسط متحرك يركض بعرض الملعب يسلم ناصر. يسجل اهداف، سمعت انا هذه مهمته. حلو بس ناس ترى ما حد قال انه دماو لازم يكون مثل ميسي ولا حتى لازم يكون مثل امين الشرميطي، حتى انت قلت دماو يجيب الدوري حق العربي، رايك بالحكي انت قاعد على طول. لا بنفس لما كيتا كان في فريق القادسيه على سبيل المثال عنصر اساسي من عناصر الحصول على الدوري، لان كيتا زائد فوق هذا كل اللاعبين اللي لعبوا يمه لاحظ ان مستواهم تطور، لان اللاعب اللي يمهم لاعب كبير ولاعب عنده امكانيات عاليه، فبالتالي حتى اللاعب اللي يمك يتطور معاك بسبب ان انت لاعب مستواك عالي. مو معقول انا جايب محترف انا احاول اعيله بلاعبيني، هذا شيء مو طبيعي. يعني انا جايب محترف علشان يرفع رقم الفريق ويرفع مستوى الفريق يرفع حتى مستوى لاعبيني. انظر انا بشيء فني، كيتا لاعب وسط ثابت محور ثابت، انا معاك دماغ مختلف متحرك محور ثابت، انا ما اتكلم بالتفاصيل، التفاصيل انا كل مباراه قاعد اشوفها. كيتا هداف، معلش كيتا ما يقول، خلنا اقول دماغ يقول يعني داماو لا كيتا يقول كثر داماو كان، لكن داماو يمكن الحين اربع لعبات ترى على فكره تو الناس يعني زائد انه انا اقول لك داماو كل مباراه 4-5 كرات باصات غلط، هذه كيتا ما تصير عنده، كمارا ما تصير عنده، فوق هذا افتكاك الكره من الخصوم، كيتا تنحاش من صوبه توخر تروح الصوب الثاني عشان لا يقطع الكره ولا يخرب الهجمه كامله، داماو تدخل عليه مباشره ولا كانه موجود في الملعب، العفو لا بالشق الدفاعي ولا بالشق المحوري اللي انت قاعد تتكلم عنه بتوزيع الباصات وغيره. زين يوسف دقيقه انا مقصود هو قائد عمليه توزيع الكرات داخل الوسط مو داماو. ما يخالف دقيقه خلنا ندخل فني ديب، تكتيكيا داماو تكتيك حركه اللاعب بالتكتيك بالملعب ممتازه متحرك ومزعج، تكنيكيا تكنيك سلام وتسليم اتفق وياك هو ضعيف، جزئيه ضعف واحده بالتكنيك يسلم ويبني هجمه ضعيف في ذلك. دكتور لياقيا دماو لياقيا 90 دقيقه هذا محترف ترى اللي قاعد يتكلم عنه، ميزاته احسن من هذا البياسر افترض هذه الامور بس عفوا حطيت المجال بما فيه الكفايه عن دماو. دكتور الرد على المتصل مشعل الشمري وعلى يعني عطفا على النقاش الشباب يقول انه انت يعني كنت تعتب على اداره النادي العربي الاستغناء عن المواس واستبدال المواس بلاعب مثل دماو، شو فرق المواس عن دماو؟ المواس كان مشارك لما العربي كان ينافس، طيب وقت المنافسه العربي كان المواس عنصر دوره كان بالفريق، شنو يفرقه عن عنصر مهم في كل المباريات، كان عنصر مهم في الضغط والان. لكن انا اكلمك على احنا قاعد نبالغ وبصراحه انا اقول لك اياها ما يستحق منه دماو كل هذا الوقت وكل هذا الكلام. انا بعطيك مثال، يوم من الايام مدرب العربي احمد عسكر قال انا اليوم بحط المحترفين على الاحتياط ابحميهم، ومدرب الحالي ما يبي دمو هذا كلامي، والكابتن عايد الغوضان ايد وجود دماو والمحترفين على بنك الاحتياط لحمايته. فانت شنو تتمنى او شنو تتوقع من لاعب المدرب حاطه بغوضان على الاحتياط علشان يحميه من الجمهور؟ هل هذا لاعب بحجم نادي العربي؟ صح ولا لا؟ هل هذا بحجم نادي العربي؟ لكن انا اقول لك، وهل احمد عسكر مدرب بحجم نادي العربي اللي يتكلم على دماو هداف الفريق هالحين واللي مخلي العربي اسمع سؤال مباشر، هل هذا دماو انت طالبت برحيل دماو؟ انا لا مرتين، لا بروبان لا عسكر، انا اذكر كنا امس محمد كرم، لا محمد كرم لا لا انت روحتك انت تحديدا روحتك لا 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 لا, لا, لا حبيبي قلت لك اذكر كنا امس لا ما قلت اصبر عليه وانت لا الكرسي غيرك انت واضح لا ويوسف شوف انا احتمال شوف احتمال جماهير النادي العربي بتسجيل دماو الحين الفتره الاخيره الاربع اهداف
هو هذا مو مقياس لنجومية لاعب. احنا مثل ما قالوا الكبار لا انا خلت الجمهور لحق يقول لا 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 اوكي بالنهايه أوكي. الكلام هنا مختلف تماما. اي واحد يقول بيوسف لاعب كره قدم ما اي واحد يقول يقول عنه لاعب لا لاعب لا 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 لان الكل يستشهد بدماو بتسجيل لميزات يعني عرفت شو هذا دماو مو هذا اللاعب اللي يعني مستوى فريق نادي العرب تاجون الى لاعب صراحه ممتاز ممتاز يا ابو حسين اخيك في برد انت الحين مهدافكم جمعه سعيد نعم واحسن لاعب ترى جايب جولين ودوام جايب اربعه بالدوري ودوام دماو 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 من احسن دماو ولا كماره منو لا كمارة ليش مو مقول زين لا مقول كمارة بس عفوا 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 محمد مقول قولين محمد ابو رضان ابو شعل كمل نقطتك بس عشان نختم عشان نختم انا بس بوضحها اليوم منو منافسين الدوري قادسية الكويت نقول السالمية لا لا العربي الحين قبل السالمية اوكي العربي وياك العربي قادم أوكي. وبقوة بس انا خلي السولف لان اليوم ترى جايبينه غصب مريض حرارته مرتفعه طاق قبره وياي يا الموقف صعب نقول للمنافسين القادسيه الكويت كاظمه السالميه قارن ارتكازاتهم كلهم والصالح عرباوي قارن ارتكازاتهم كلهم وقارنهم في دماو كلهم يتفوقون على دماو بما فيهم اللاعب الناشئ رضا هاني كلهم يتفوقون على دماو فانت شو تتوقع من لاعب محترف اضعف فنيه من كل هؤلاء اللاعبين لا هو يتفوق عليهم كلهم يتفوق عليهم دماو بالتهديف ناصر ناصر ربطها بالتهديف هو يتفوق عليهم بالتهديف فوق البيع التهديف فوق البيع حاطه هداف وشو البيع كابتن احنا قاعدين نتكلم تحليل فني فوق البيع وتحت البيع ما له شغل انا بس برد على محمد صراحه زين محمد وجه لي سؤال حمد محمد قال نقطة جوهرية صراحة قال إن النادي العربي الإدارة سبب تدهور الفريق أي نعم وهذا أنا وياه أيدة وإنه حطوا هذه الثلاث نقاط اللي راحت منهم شماعة وكانت فرصة ذهبية فعلا لهم للتغطية على الإخفاقات اللي مر فيها الفريق أنا معاك يا محمد الحين دخلنا ثلاث نقاط هو قاعد يتكلم مو ما قاعد يتكلم عن ثلاث نقاط قاعد يتكلم عن إدارة الفريق يقول صار له 16 سنة إن هذه تخبطات الإدارة وإن الإدارة مو زينة وانا اقول له ايه هي فعلا 16 سنه الاداره تعيسه جدا وكملها الصراع الحالي يعني فوق التعاسه اللي كانت موجوده في اخر السنوات كملت بالصراع احنا ما كنا ناقصينها اصلا فوق تعاسه الاداره دش في صراع ودشينا في دوامه ما حد قادر يطلع منها من العرباويه الوضع القائم في النادي العربي مو بس فقط كره القدم الوضع السيء في كل اللعبات الموجوده بالنادي ما هي بس يعني حتى المراحل السنيه اللي ها يلا يا هادي توها تعدلت في كره القدم فقط حتى تحديدا باقي اللعبات ما تعدل فيها اي شيء من هالنوع انت متصور النادي العربي يصل مرحله صفر نقاط تفوق في لعبه جماعيه لا النادي العربي يصل مرحله ثلاث نقاط تفوق ماخذ نقطتين تفوق عفوا ثاني كاس ولي العهد في كره او ثاني كاس الاتحاد في كره الطائره كان بطل على سبيل المثال فيعني النادي العربي وتدهوره على معاك انا مو من اللاعبين لكن لو في اداره سنعدل اللاعبين بس انا قاعد اتكلم عن وضع محترف يا اخوي مو وضع الاداره وضع الاداره احنا لو بنتكلم فيه انا يمكن اليوم يسكرون الحلقه بس انا اسولف ابو العظيم ناخذ بريك بريكي ناخذ نوقف في بريك سريع ونرجع معاكم في 18 يا ليت كنت اقدر انقل لكم اللي يصير تحت الهواء مع الباك هني بروضان عموما كاميرا 18 زارت مدرب الفريق الوحيد اللي سجل في مرمى القادسيه وهزم الاصفر خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم القادسية عنده ميزة يعني احنا حاولنا نقضي عليها يعني على أساس ان احنا نتفوق عليه في المباراة لازم نقضي على نقاط القوة نستغل نقاط الضعف
فحاولنا كثر ما نقدر نستخدم الاسلوب اللي احنا اتفقنا عليه في الملعب اللي هو الضغط العالي خاصه في الشوط الاول على اساس يعني ما نخليهم يستحوذون على الكره ما يبدون الهجمه من الخلف وهذا السر من قوه القادسيه ونجاح القادسيه فعشان كذي تفوقنا طبعا التفوق مو عشان بس التفوق التزام اللاعبين في الملعب اللياقه البدنيه اللي كانت عند الفريق فتره الاعداد المميزه اللي كانت اللي كنا احنا في البدايه جهزنا الفريق فيها وحطيناه تحت يعني تحت اي احتمال ممكن نلعب ضغط عالي في المتوسط في الخلف في المتراجع كل الظروف او كل الاحتمالات اللي احنا كنا ممكن نلعبها كنا تمرنا عليها لان في كذا فريق في الدوري عنده كذا اسلوب فما لا يمكن يعني اننا يعني نلعب باسلوب واحد طول اللعب والدليل اختلاف الاساليب اللي لعبنا فيها في المباراه لكن الحمد لله الله وفقنا في المباراه وادينا مستوى طيب وكانت النتيجه لنا بالنسبه طبعا ليوسف الرشيدي طبعا ما في شك يوسف من اللاعبين المميزين على مستوى المراحل السنيه واختياره تم بناء على امكانياته وحاجتنا له في المباراه وانه كان عنده في ميزه معينه انه ممكن تفيدنا في مباراه القادسيه التزام التكتيكي وقدرته على تسجيل الاهداف واستغلال الهجمات اللي احنا كنا نحتاج لاعب بالامكانيات هذا بالاضافه الى اللاعبين الثانيين المميزين بالنسبه للمحترفين عندنا ثلاث لاعبين اجانب اللي هم ايمانويل ايفوري قلب الدفاع من غانا هذا لاعب في منتخب اولمبي في غانا وقدم مباريات مميزه صراحه وهذا اللي يعني خلانا نستعجل ان نتفق بس عقب متابعه لمده 3 شهور نجي للاعب الثاني اللي هو المهاجم اللي هو فيليب داوزي نيجيري هداف الدوري الاثيوبي هذا تابعناه من خلال الفيديو صراحه وهذا المهاجم تكتيكيا ممتاز انضباط والتزام في الضغط في الدفاع في الهجوم في كل شيء لكن مشكلته يعني مشكله بسيطه هو هداف الدوري الاثيوبي لكن السنه للحين السكور مو عالي معاه يمكن انا شاغله في امور تكتيكيه معينه اشغلته شوي على التهديف لكن هو صانع الاهداف في الموسم هذا كثير تكتيكيا مميز يقود الفريق تكتيكيا في الهجوم لانه اول لاعب فهو يقودنا في التكتيك في الضغط العالي وغيره اضافه الى اللاعب الغاني اللي هو في وسط الملعب وهذا اللاعب جبناه من معسكر غاره طلبناه وجبناه في معسكر غاره وجربناه في مبارتين وديات وبعد ما حكمنا على مستوى من خلال الفيديو ومن خلال لايف قدامنا وقعنا وياه بشكل عام محترفينا الى الان انا راضي عنهم لكن اكيد نطمح الافضل لان اذا احنا دخلنا في منافسه معينه نطمح ان يكون مستواهم اعلى كرؤيه مجلس اداره او الجهاز الاداري او احنا الجهاز الفني حددين رؤيه معينه ان خلال 3 سنوات ان نبني فريق يكون منافس في البطولات في المواسم الغالية يمكن الموسم اللي فات هو بدينا فيه الموسم هذا عشان نكمل لكن في شهر تقريبا قبل الدوري في فتره معينه ما كانت كبيره حددوا نظام صعود وهبوط هني شويه تغيرت استراتيجيه مو بشكل كبير لكن كان ودنا الحين ان نفكر في النظام المنافسه اللي هو الصعود والهبوط احنا هدفنا طموحنا واضح وواقعي يعني ما نبي نطمح اكبر من امكانياتنا ولا بنقول احنا فريق مو زين لا احنا فريق نملك امكانيات زينه نملك لاعبين زينين صغار في السن المستقبل لهم شغل قدام لكن طموحنا نكون من 8 ايا كان ترتيبنا من 8 عودة لكم مجددا لمتابعة حديثنا وشفنا تقرير نادي النصر ومدربه بداية دكتور مدرب النصر قال انه طبق اسلوب الضغط العالي حتى لا يستحوذ القادسية على الكرة في من وجهة نظرك هل نجح في ذلك تماما العدواني؟ فكرة ذكية بصراحة ابو يوسف اللي طبق الكابتن ظاهر يفترض على يعني اغلب الفرق اللي تواجه القادسية لأن نشوف دائما انت لما يكون عندك القادسيه مميز في التحضير من الخلف واللي يساعدك في الضغط انه مهاجمه القادسيه كلاسيكي ما يجيد اللعب في مساحات بعيده فانت لما تعمل ضغط على القادسيه تجبر اي مهاجم سعود المجمد نوايشه او اي مهاجم انه يتراجع مع الضغط فيكون بعيد على مرمى الخصم فراح تقلل من امكانيات المهاجم وراح تقلل من امكانيات المدافعين في الخروج من الكره اثنين على الرغم من ان اللاعب مميز رضا هاني لكن اللاعب صعب جدا ان يخرج الفريق من الضغط لاعب مميز في افتكاك الكره لكن مو هو فهد الانصاري اللي ممكن يطلعك من الضغط ويخرجك من البرسنج اللي يعمل الخصم لذلك اي خصم يواجه القادسيه يفترض ان يحضر نفسه لاكثر من سيناريو
في البرسنج العالي. من افضل المباريات اللي لعبت ضد القادسيه مباراه النصر، ونلاحظ ان كابتن ظاهر كان محضر الفريق لكيفيه بناء الهزمه في نادي القادسيه، وهني ياتي عمل المدرب. ابو يوسف انت اليوم يجب انك تواجه وتدرس الخصوم حتى لو كانت مروضان هي اقل منك فنيا، يعني النصر فنيا اقل من القادسيه وهذا ما يعيبه، هذا واقع، لكن انت لازم انك تدرس الخصم الاقل منك شو راح يلعب معاك، شو ممكن يصعد معاك، انا اليوم صعد علي شو ممكن اطلع من البرسنج هذا. فانا اتوقع كان في اهمال على مستوى التحضير ان القادسيه اعتاد على انه يفوز في اسوء الظروف، او ما اتوقع بسبب مهارات ما اتوقع اللعب بهالطريقه هذه. زين غياب لاعبين يعني اساسيين من القادسيه تحديدا، اللاعب الظفيري كان غايب واربع لاعبين، سعد زده كان غايب. لا بغض النظر عن غياب لاعبين، هي طريقه لعب الفريق اللي قاعد. اولا شوف كابتن، كره القدم لا ما في شيء اسمه غير متوقع، يجب قوه المدرب في توقع اي سيناريو، تحضر سيناريو اي بي سي دي لغايه ما تكون كل السيناريوهات. لا انا معك صح كلام الدكتور، لكن بس حتى هل كنت تتوقع مثلا انت كمتابع هل كنت تتوقع ان فريق نادي النصر راح يعمل هذا البريسنج على انت فريق نادي القادسيه؟ انت اليوم امام خيارين، هل كانت عند الجراه مثلا هذه؟ انت اليوم امام خيارين او ثلاثه، يا ان الخصم يصعد عليك وقت التحضير، يا ان الخصم يتراجع الى وسط الملعب، يا ان الخصم يتراجع اعمق. في كل طريقه لها حلول، اذا الخصم متراجع فانت تحاول انك تخلق المساحات بين الخطوط، تحاول توسع عرض الملعب، تحاول تخلق مساحات. اذا الخصم ضاغط عليك تحاول تغير من تحركات لاعبينك وتغير من كيفيه البيلد اب وبناء الهجمه. فانت كمدرب يجب انك تحضر فريقك لاكثر من سيناريو. لكن انا بالنسبه لي لان القادسيه اعتاد على الفوز، فانا اتوقع نوعا ما صار في اهمال، في اهمال للتحضير لهذه المباراه. نعم بس ينرح. انا بس بجيك انا. أيوة ظاهر العدواني وايد مدح محترفينه، هل الفريق انتشى بعد فوزه واليوم نشوفه خسر امام التضامن بثمان اهداف؟ شوف وين كان دورهم؟ شوف ظاهر صراحه يعني ظاهر لا بصمه على فريق نادي النصر يعني انا اتوقع ان مجلس اداره نادي النصر عطوا فرصة حق المدرب من اعتقد من السنة اللي طافت او من سنتين لبناء فريق. أيوة. وهو هذا يعني كان المجموعة اللي معاه كانوا معاه من المراحل السنية، اتوقع انه يعني لهم نظرة مجلس ادارة نادي النصر للمدرب هذا. طبعا شوف انت بعد فوزهم على القادسية ومدح الفريق، هذا شيء يعني اي مدرب في العالم فريق يفوز ويشوف ان المجموعه اللي عنده بالنسبه للمحترفين او المحليين ادوا اداء، وهذا يمدحهم بالله، هذا اللي يعطيهم دفعه معنويه وهذا. ولكن يعني انا اتوقع انه يمكن فريق نادي النصر يحتاجون الى بالانتقالات الشتويه الى محترفين يعني اكثر يعني فنيات من المحترفين اللي موجودين. زين النصر صراحه فد بطولة سمو ولي العهد، هو قبل القادسية كان لاعب مع برقان وخاسر 3-1 أربعة اي او 3-1 لا 3-1 خسر، لانه خلاص يبي يسوي شيء في الدوري وفعلا سوى شيء. متفق مع هذا القرار انه يلعب بالصف الثاني والحين المباراة تقول عنها 8-0، هذا يعتقد انه كان يجرب خطة او يلعب لاعبين ما لعبوا او يعني كذي. هم بدا بناء الفريق من لعبوا عنده اثنين محترفين اليوم. اي ولو عادي شنو يعني محترفين، ومحترفين ترى من افضل المحترفين هذا اللي قدام فيليبي وكوك اللي بالنص والمدافع، صراحة متوازنين في كل خط محترف وماشي. اليوم ثمانية قاسية النتيجة. ثمانية اي ولو يعني هو قاعد خلاص فدى في البطولة هذه، هو قبل لعبته مع القادسية لعب مع برقان. القادسية اللاعبين اللي يملكهم القادسية فعلا هو لما لعب هالطريقة هذه فعلا اثبت ان القادسية ما يقدر يسوي شيء في 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 ظل غياب فهد الانصاري. فهد الانصاري كان هو اللي يفتك له هالامور هذه كلها. راح فهد الانصاري ولعب وضاغط على خط الدفاع ضاع الفريق، والنصر كان المفروض يفوز باكثر من نتيجه، لهم ركله جزاء واضحه بوضوح الشمس. احنا يعني اللاعبين القادسيه عنده لاعبين خبره، ده كابتن بدر مطوع. اي بس لما تضغط على الخط الخلفي يضيع القادسيه.
وهذا اللي سواه نادي دماو. واي فريق يضغط على نادي القادسيه مساعد رده هو اللي كان صانع اهداف القادسيه. ما لعب ما لعب مساعد. ادري اللي مكان ابراهيم والثاني ويوسف. النصر صراحه فده في البطوله هذه وراح يسوي شيء بالدوري، ولعلمك الحين هو متصدر عند مباراه ناقصه هو 15 نقطه والكويت والقادسيه 16 هو عنده مباراه ناقصه. تمام ممكن يوصل 18. تفضل والله يوفقهم. ليستر الجليب ليستر الجليب ما حد شوف اذا يعني ما حد خصمكم الا هذا بالعكس. اول ما قلتها المباراه اللي وراها خسرت وبعدين فاز. اللي يميز انا لاحظته بنادي النصر لعبنا وياهم بالدوري وفزنا عليهم 2-0 ظهر العدوان يركز على اللياقه البدنيه، واصبحت اللياقه في الوقت الحالي هي عنصر مهم سلاح في تحقيق الفوز، وخصوصا في الكرات الثانيه. بالكرات الثانيه دائما تكون لنادي النصر في عندهم دول ويلعبون بنفس الاداء خلال 90 دقيقه، عنده تنوع في اسلوب اللعب يعتمد على الانضباط، من احسن الفرق يلعبون على الانضباط التكتيكي التام، وعنده منظومه لعب هجوميه خصوصا على الاطراف، عنده لاعبين اطراف مميزين، وايضا المحترفين قاعد يعطون دعم للفريق خصوصا في قلب الدفاع. ايمانويل لاعب تغطيته ممتازه، قائد توجيهاته، أبوكا في وسط الملعب لاعب مميز في افتكاك كرة وبناء هجمة، وفيليب من المهاجمين النيجيري المتحرك اللي يتحرك مع الكرة بجهة اليمين وجهة اليسار، ففريق متكامل متماسك، تحس إنه فريق كتلة واحدة. أنا لاحظت عليهم شيء أبو يوسف. شنو؟ نادي النصر في السنوات السابقة بين الشوطين تحس إن اللاعبين قاعد يدخلون واحد وراء الثاني داخل الملعب، اللاعبين كلهم برا لما يكونون 11 يدخلون مع بعض. هذا الروح، هذا روح الفريق اللي يقرصها المدرب باللاعبين كله، حتى قبل التسخين اللاعبين 11 لاعب يدخلون مع بعض، بين الجيمين 11 لاعب مع بعض، روح داخل الملعب. هذا الروح اللي عطت الفوز لنادي على نادي القادسيه. نادي القادسيه فعلا ناقص بدر، ناقص ظفيري، ناقص مساعد، واحد في الدفاع والوسط والهجوم، لكن فريق عنده روح في قتال داخل الملعب. بعض الاحيان الروح تعطيك الفوز وليس الامكانيات. نعم انا كنت جاي اتكلم على نفس النقطه بس بشكل اخر، الحاله النفسيه اللي دخل فيها نادي النصر على نادي القادسيه، وكانه يعني المدرب طلعهم من حاله ان انت هذا فريق افضل منك ولازم تدافع وتقاتل عشان تطلع في اقل خسائر في المباراه، حاله صارت بالعكس ان انت قادر على الفوز تلعب علشان تفوز، وممكن كان يقدر مثل ما قال برضان يزيد النتيجه حتى يعني، لكن دخل بحاله نفسيه مغايره جدا يعني. بصراحه نتكلم فنيا القادسيه هو الافضل حاليا، فلما تدخل على فريق بهذا الشكل فيعني ان انت داخل مو مشحون، داخل بحماس عالي جدا بهمه عاليه، كنت راح تاخذ المباراه بشكل او باخر، وفعلا خذوها يعني. زين محمد، وبعد الهدف ما تراجع نادي النصر، ظل يستمر بالضغط، هل يقول لك كان ممكن يسجل اكثر من هدف. وبعدين انا اقول لك لاعبين القادسيه انا قاعد اشوفها بدر يعني صار عنده حالة تشبع من كرة القدم. بعدين على أساس حكم؟ أشوفه يعني حتى ما له يعني. وبعدين نبارش له مشروع تجاري فاتح له مطعم الله يجزاه خير إن شاء الله وتمشي أموره، ومساعد الحين بلشاب مع نادي السالمية، مشكلته مع نادي السالمية وبالمحاكم. فالقادسية راح يتعرض إلى إخفاقات في القسم الثاني. شوف أبو يوسف يعني صعب جدا نتكلم من القادسيه بهذا الشكل بسبب هدف. القادسيه متصدر الدوري وبدون اي هدف دخل المرمى، فالان دخل القادسيه هدف خساره واحده تسببت في هذا الكلام. انا بالنسبه لي يعني اختلف مع بوغضان بجزئيه فهد الانصاري. القادسيه بفهد الانصاري وبدون فهد الانصاري هو الافضل فنيا في الكويت بصراحه. اللي شاهد مباراه القادسيه رغم الظروف الصعبه اللي مر فيها، رغم يعني المشاكل اللي مرت، لكن مع ذلك الفوز كان يغطي على كل الامور بما فيهم المباراه الاخيره، واللي حضرها راح يعرف قيمه وكواليتي اللاعبين. وبالنسبه حق مساعد ندى باختصار، انا بالنسبه لي الى الان ما يقدمه مساعد ندى من افضل المواسم اللي قدمها في تاريخ مساعد ندى شخصيا، من ناحيه بناء من كل النواحي، من ناحيه القياده، من ناحيه قله الاخطاء، من ناحيه الخبره، من ناحيه مساندة اللاعبين الأقل منه في الإمكانيات، الأقل منه في العمر. فأنا أقول لكم مساعد هو قائد القادسية في الظروف الصعبة. الآن ممكن في يناير يشهد أيضا القادسية عودة اللاعب حسين فاضل، مع وقد يكون هناك محترفين مع النادي، هذا راح يساهم في
والله شوف انا تطور. انا بالنسبه لي القادسيه محتاج محترف مهاجم فقط مهاجم متحرك، مهاجم دايناميك، مهاجم يجيد اللعب في مساحات، وليس مهاجم بوكس، لان البوكس انت عندك المجمد متواجد وراح يكون افضل من اي خيار محترف. داليبور كابتن داليبور طالب مهاجم ولاعب وسط متقدم. شوف احنا القادسيه ما يلعب بوسط متقدم، القادسيه يلعب 4 3 3 في اغلب المباريات، فانا ما اتوقع ان القادسيه يلعب بلاعب تحت المهاجم، من النادر نشوف القادسيه يلعب 4 2 3 1 كلاعب نمبرتين، واذا احتاج فهم موجودين، يعني عندك محمد الفهد، عندك المشعان، عندك حتى احمد الظفيري، بامكان بدر مطوع، كل هؤلاء اللاعبين متوفرين كلاعبين خلف المهاجم، لكن مع ذلك هو يصر على اللعب ب 4 3 3 في بعض الاحيان يلعب دايموند، لكن انا اقول لك القادسيه يحتاج فقط الى مهاجم، وحتى اذا لم يتم جلب مهاجم فالقادسيه هو المنافس الاول على الدوري. الدكتور قال ان القادسيه هذا الموسم هو الافضل فنيا، متفق؟ نعم اتفق مع الدكتور. حتى هذا القادسيه حتى هذه اللحظه لا يزال هو الفريق افضل صراحة من الكويت فنيا. فنيا نعم افضل، افضل من الكويت. الكويت احنا صراحه يعني اللعبات الاخيره اللي نوعا ما مستوانا تقدم، ولكن من بدايه الموسم المستوى ما كان مطمئن. الكويت انا وجهه نظري افضل فنيا من القادسيه لاسباب، فريق في الفتره في الاونه الاخيره صار فيه تجانس ما بين المحترفين جمع سعيد. شو نقصد الافضل فنيا؟ افضل فنيا داخل الملعب حضور الفريق، شلون يدافع، شلون يهاجم، التكتيك الجماعي كفريق، تقارب الخطوط، المساحات اللي يسبب هجمات خطرة على الفريق الخصم. التكتيك الجماعي كابتن انا ماني فاهمه. التكنيك عارفه تكنيك اللاعب والتكتيك التكتيك الجماعي هو الدفاع. يعني اذا نتكلم بالدفاع تسمح لي الامران، اذا نقول الكويت افضل دفاعيا من القادسيه صعب، لان القادسيه تلقى هدف واحد. ممكن نقول الكويت افضل هجوميا لان معدل اهداف اكثر، لكن ان نقول الكويت افضل دفاعيا من القادسيه والقادسية تلقى هدف واحد فهذا صعب جدا. نعم هو اتفق انا معك، لكن مو على الهدف. الفريق قاعد اقول حق بيوسف كتكتيك، مثلا التكتيك لا يعني قصة طويلة بشرح لك، بس في تكتيك فردي جماعي، في تكتيك مثلا فردي هجومي، فتكلم بشكل عام. التكتيك هو جملة الحركات الهجومية اللي يسويها الفريق والدفاعية، حركة الفريق بالهجوم والدفاع أو الفردية والجماعية، الفردية والجماعية على اللاعب، مثلا على سبيل المثال لاعب طرف يسار شلون حركته بالتكتيك داخل الملعب، طرف يسار شلون يدخل للداخل، المسافة ما بينه والارتكاز، أو طرف اليمين، هذا التكتيك الجماعي كفريق. الكويت فريق منظم، لو أنت تروح فوق المدرج تطالع نادي الكويت شلون واقف الفريق كمارة والشريدة ومثل فهد العنزي وبريتشي وجمعه والمهاجم الخميس، تحس ان فريق وحده وحده، حتى الرباعي الدفاع المسافات، فكتنظيم كتكتيك جماعي الكويت عنده حضور اكثر من نادي القادسيه. القادسيه في عنده ثغرات في وسط الملعب، مساحات ما بين القلب الدفاع او ما بين الظهير الايسر والظهير والمهاجم الايسر، في مساحات، هذه المساحه 20 متر، لو في فريق يستغل هذه المساحات ممكن انه يخطف الفوز على القادسيه. واحنا عملناها ابو يوسف في الشوط الثاني ضد نادي القادسيه، استغلينا هذه المساحات وهددنا نادي القادسيه، لكن ما حلفنا الحظ في العوده للمباراه. خسرنا المباراه، خسرنا 1-0 ما حلفنا. شوف الكويت انا اعتقد بدايه الموسم المستوى ما كان مطمئن، يعني وزائد الاصابات اللي حصلت في الفتره الاخيره، اعتقد المباريات اعتقد الاربع او الخمس الاخيره نوعا ما رجع مستوى نادي الكويت، وخصوصا بعد استلام الكابتن محمد عبد الله دفه الفريق. اتوقع ان عوده فهد الهاجري حق الفريق اعطى صراحه قوه حق خط النص، وهو تالق طلال جازع صراحه. الهاجري ولا العنزي؟ العنزي فهد العنزي سوري، بعد عودته من الاصابه، وتألق طبعا طلال جازع في خط الوسط، هذا اللي خلى فريق نادي الكويت الان نشوف فيه بناء هجمه. انت نشوف فيه في في كمارة. كمارة لا كمارة لا كمارة صراحة وبس كمارة لا لا بس ما ننكر المستوى ضعيف فني بعيد ما ننكر اللاعبين الثاني كمارة لا ضعيف منه
زين احنا اشبعنا هذا المحور يعني كلام يعني شكرا لمدرب نادي النصر كابتن ظاهر العدواني على يعني تعاونه معنا شكرا للاعبين نادي النصر اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله فاصل قصير وارجع ليعود مع الزملاء المحللين في 18 عودة لكم مجددا ديربي زيد والروضان يلا تفضل اسلم لا والله بس لو تحطوا النغنية حق عبد الله بالخير شوية عشان يعني زيد ما فيه اليوم صح لا والله انا صراحة انا الامانة يعني انا والله بغيت اعتذر صراحة على الحضور سلامتك لان والله العظيم ولدي كان بحالة سلامات سلامات ما يشوف شر فلي قبل الحلقة انا كنت معاه بالطبيب يعني واخر يمكن نص ساعة وقلت خلاص بيّن طمنا عسى بس امور والله ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله احنا نايم الحمد لله انا قاعد اتواصل والله من بين الحلقة وقاعد اتواصل صراحة ودنا كمارة بالي معي انا ما اشوف حتى مضيع بالاسامي الله يشافي يا رب ان شاء الله جزاك الله في الهاشتاج عندي مشاركات فيصل ابو عباس ابو محمد يقول انا اختلف مع الكباتن العربي الافضل فنيا من بداية الدوري يقول ايش رايك برضان يا فيصل يا ابو عباس هذا كلام اي اوكي انا بس لا فنيا صعبه تمام يعني القادسيه وين الكويت وين السالميه كان وين يعني ويقول ان شاء الله يكون فنيا يقول ابو محمد اتوقع يقول حق محمد الصالح زعيم الكره الكويتيه هو القادسيه بالارقام غصب مطيب عطنا ردودك الحين خلنا نستفيد يا كابتن محمد إذا هو قال الغصب عش حق يرد عليه الموضوع غصب لا محمد باللقب صح قاتل زعيم لا مو احنا نقيس الزعامة على الدوري احنا الرجال القادسية 17 اول شيء العفو الزعامة بين منو منو القادسية والعرب حلو القياس شنو الدوري لا هو القياس صار مزاج لا أنا اذا مو دوري كاس اذا مو كاس دوري, دوري اذا مو مدري مش عارف انا اقول لك القياس صار مزاج انت ايش تقول مو الدوري شوف العربي لا لا مو الدوري هو المقياس اي بس هو المقياس الدوري كان المقياس الدوري بس هذا عرف طبعا مو قانون هذا العرف كسر نادي القادسيه وحط مقاييس اخرى للزعامه فبالتالي كسر الاعراف يجيز لك ما لا يجيز يعني لاي شخص كان فخلاص انكسر العرف فبدأ انه كسر العرف احنا نقول العربي الزعيم خلاص كسرت الاعراف هم القادسيه هو اللي كسر الاعراف مو العربي يعني هذه القاب ما انزل الله بها من سلطان زعيم سؤال متصل بعد يعني سؤال العفو سؤال الاخ يعني بس حابين انت هديته والسوالف كلها احملوا الزعيم ونو لا والله انا عارف ان الزعامه يعني في كل الدوريات اللي هو يكون اكثر تحقيقا للدوري اللي هي البطوله الرسميه تعرف بروحك ليش في كل دول العالم عدد يعني عدد القاب الدوري يبقى مجرد رقم إيه؟ الزعامه والملكيه لا هذه كلها هذه القاب اطلقتها الجماهير صح من باب عاطفه من باب عموما ولا تسمن ولا تغني من جوع نرجع الى مباراه كاس ولي العهد عشان اسمن الجوله الخامسه اليوم طبعا كاظم يفوز على نادي الشباب بسبع اهداف مقابل هدفين كابتن ناصر العمران خلينا نتكلم عن هذه المباراه مبروك الله يبارك فوز سهل فيك. جدا سهل ولا يعني طعم حلو مبارك حق الجهاز فوز الفني هذا فوز بطعم الفوز بطعم الفوز لا انا غير طعم الخساره ما راح اشرح انا الحين ما راح اشرح التصريح مبارك حق اللاعبين مبارك حق اللاعبين مبارك حق الجهاز الاداري واحنا كجهاز فني على يعني على الدور مبارك روحك بعد لا الجهاز الفني بالكامل لا دخلنا بالتشكيله الاساسيه نتكلم عن الوسط عوده حربي عوده طلال يوسف ناصر في جهه اليسار ناصر فرج ومشاري كصانع لعب وباترك احنا دائما نضع الاسلوب على الخصم ما عندنا اسلوب واحد كل مباراه شنو نقاط ضعف الخصم نلعب عليها ونسوي تدريباتنا الاسبوعيه على نقاط ضعف الخصم لا عرفنا نقاط ضعف خصم الشباب ولعبنا باللعب السريع سبيد اوف بلاي اليوم وهذا كان مفتاح لعبنا اللعب السريع وسجل باترك هدفين وايضا بندر بروسلي نزل الشوط الثاني اللاعب الواعد اللي الكل يقول نعم. ان السفير
نادي كاظمة ما طلع لاعب ناشئ صار له 10 سنوات، بندر 19 سنة، لاعب ممتاز بنية جسمانية، مهاجم رقم 9 100% يتحرك. شفناه بكاس والعب. حاليا في المركز الخامس، شنو حظوظكم في التأهل؟ دخلنا المباراة اليوم، ليش قدمنا على المستوى؟ أي لاعب يدخل من غير ضغط يلعب بريحية، اللاعب دخل بريحية. المركز الأول والثاني رايح صوب الكويت والعربي. الكويت العربي أيضا السالمية والتضامن. فالتضامن إحنا لازم لها حسبة، يعني حسابيا السالمية خسر لعبتين، العربي خسر ويتعادل، فصعب علينا. قاعد نعد فريق ونكون دكة احتياط قوية. تعادل لعبة، تعادل اليوم وخسر لعبة، يعني بمعنى الكلام بيوسف قاعد نعد فريق ونكون دكة احتياط قوية للمواصلة بالدوري، دوري فيفا. احنا هدفنا منافسة على الدوري، اول ثاني ثالث، حاولنا نقاتل على الاول كثر ما نقدر، لان عندنا هذا الموسم دكة احتياط قوية، فريق واحد متكامل. لاحظ تشكيلتنا في الدوري تختلف عن تشكيلتنا في اليوم، فما عندنا تشكيل واحد. الكل يقول كاظم اليوم لعب بالاساسي ومع السالمية لعب بالاحتياط، ما هو يكون جاهز. انت قلت لعبنا بالاساسي اليوم، لا فريق واحد لعبنا. قلنا احنا يعني سعيدين عودة طلال من الإصابة، عودة حمد حربي من الإصابة، باتريك مصاب بالأنكل، ظروف عطت اللاعبين الاحتياط الفرصة. ولما عطت اللاعبين الاحتياط الفرصة وقدموا هذا المستوى ضد نادي السالمية بالدوري وحققوا الفوز، لابد ان احنا نضع النقاط على الحروف. من يكون جاهز وحاضر بدنيا وحاضر ذهنيا للمباراة راح يكون كأساسي. يعني خلقتوا منافسة وخلقتوا فريقين. نعم. فيتنافسون على. ولا تنسى عودة متروك أو ماترك إلى عقله. هذه حلوة. إي نعم. قبل عليه أن يترك. عليه أن يترك كان. عودة كان يعني. زين غيرته. تغييرات الله هداهمك. هالحين بدأ فعلا وقام يعطي الفرصة حق الشباب أمثال بورسلي وغير بورسلي وعبد الله الظفيري وظفه عدل. شوف كاظم الحين. بدا يستعيد عافيته ويمشي وان شاء الله الله يوفقه. بس المباراه يعني امام فريق متواضع ولو الشباب يعني لا هي انا قلت لك بطوله كاس ولي العهد صراحه بنظامها يعني انا بقول شغله من زمان بطوله كاس ولي العهد وكاس سمو الامير حفظهم الله هاي المفروض تلعب يعني بطريقه مختلفه وتخلونها في نهايه الدوري في نهايه الموسم اقصد عشان حلاوتها وبخروج مغلوب شكوا انا يقولوا لي بزيد عد المباراه انت على ذكريات 86 بالعكس هي إيه كانت فعلا لما تشوف بطوله شو هالحين 8-0 و7-0 و5-0 و4-0 يا ابو رضوان هذا مستوى انت تقول اجلوه يعني نخلص الدوري نلعب كاس ولي العهد وكاس الامير لا يمكن انا اجلوه لاخر الموسم انا ابدا بطوله ولي العهد سمو ولي العهد والعب الدوري وانهي الختام ختامها مسك فيه بطوله سمو الامير صاحب السمو امير البلاد وفده وتكون حلوه ونظام خروج المغلوب هالحين معروفه منو يوصل والمفر العلم انا في بعض الاتفاق مع ابو رضوان يعني النتائج هذه العوده ما تشوفها لان دوري مجموعات ترى مجموعات وفضل انا حتى اذا بنزيد المباريات على الاقل ذهاب واياب يعني ذهاب واياب تقدر تسوي ذهاب وإياب في كل مرحلة سواء في دور الثمانية ودور 16 أو دور ما في دور 16 طبعا لأن احنا عندنا أقل بصحيح. لكن انت دور الثمانية ودور الأربعة تسويها لما تسويها ذهاب وإياب في لعبات أكثر راح تزيد يعني على الكاسين أوكي لعبتين هني مقابل 6 لكن شوف النتيجة بالنهاية لأن لا الحين على سبيل المثال نادي النصر مو مهتم في كأس ولي العهد ثمانية وملعب تحت 17 أو 19 في البطولة لذلك اليوم خسر 8-0 نادي النصر لو يفوز لعبته المأجلة راح يتصدر الكويت يمكن يطوفه أيه. يعني نادي النصر خسر لعبه واحده من كاظمه 2-0 بالدوري وفاز في بقيه لعباته كلهم معقوله هذا الفريق اللي منافس على بهالشكل بالدوري قاعد يقدم اداء ممتاز جدا وفاز على المتصدر قادسيه ما دش عليه جول الا من نادي النصر خسر فيه معقوله هذا ينطق 8-0 في كاس ولي العهد طبعا اكيد انه قاعد يلعب فريق صف اخر اللي هو في صف 19 او 17 لكن لو كان ذهاب واياب او خروج مغلوب بطريقه ذهاب واياب عشان يزيد المباريات ما كان راح يكون بهالشكل هذا يعني نعم انا بس بتكلم عن هذه بدعة نعتبرها اللي هي زيادة عدد المباريات منو ابتدع الشغلة هذه الاتحاد الآسيوي الاتحاد الآسيوي تدري منو ابتدعها ابتدعها طال عمرك أصحاب شركات تجارية بحتة ليش عشان طال عمرك يمشون تجارتهم والأندية المشهورة واللاعبين اللي المشهورين ويحققون أرباح خيالية في زيادة عدد المباريات والحين بيزيدون أعداد
اللي يوصلون كاس العالم هذه بدعه. احنا طال عمرنا نعرف اللاعب وعندنا كفاياتنا وخربوا حتى شو اسمه يعني نكهه بطوله سمو ولي العهد وبطوله سمو الامير. كنك اوت خلي يوصل فريق ضعيف الى هذا اشتراطات الاي اف سي اللي لا منظمات لا فاسدة هذه. نعم يتلعبون فيها تجار المال وتجار المخدرات وهذا بعد أكثر شيء. شوف أنت بلاتر وين وبلاتيني وهيكي وميكي وفالكي وما فالكي طلع مسادر زين هذا بدعة. إيش رأيك في نظام المسابقات؟ خلنا نتكلم عن شوف أول شيء التجارة والبزنس هي أساس كرة القدم الحين. أي شخص يتابع كرة القدم يجب أن يعترف أن كرة القدم الآن بزنس وتجارة. أما الاتحاد في كرة القدم الاحترافية كرة القدم بشكل عام هي بالنهاية تجارة وفيها مربح وفيها مكسب وفيها عائدات لأن فيها مصاريف بالنهاية أبو يوسف. صحيح. لكن أنا أتكلم لك بغضان يقصد أن كأس سمو ولي العهد وكأس الأمير يجب أن يكونون بنظام نوك أوت خروج المغلوب. صحيح لأن الفرق الغير منافسة على الدوري الدوري هو أصعب. هو الدوري يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين ومحترفين وتحضير بري سيزن طويل. فأنا كان مدرب نادي متوسط أو غير منافس على الدوري فرصتي الرئيسية هي الكؤوس. الكؤوس هي فرصتي الوحيدة. ونلاحظ في الكرة الأوروبية الأندية المتوسطة تركز على الكأس. لكن أنا أقول لك هو الاتحاد الآسيوي يفرض عليك عدد معين من المباريات لعدة أسباب. واحد من الأسباب الغير معلنة هي الأسباب التجارية. لكن هو لا يستفيد من عدد المباريات الزائدة عندك. هو يريد أن يعني يحسن من مستوى لاعبينك من خلال لعب أكبر عدد من المباريات. وأنا أقول لك إذا ما لعبت عدد أكبر من المباريات اللاعبين بدنيا فنيا ما راح يكونوا مؤهلين للوصول إلى أعلى المستويات. لكن أنا معك أنت محتاج الكؤوس تكون بنظام خروج المغلوب وليس بنظام النقاط الممل بصراحة. لأن أنت اليوم تلعب الدوري نقاط وتلعب الكؤوس نقاط وانت محتاج. انا اقول لك اليوم يعني يعني اليوم اللجنه الانتقاليه في الاتحاد كره القدم لما حطوا كان في ثناء على هذا على نظام هذا البطولات والمسابقات. منو ثناء يوسف؟ انا اللي ثناء على نظام الدوري على اساس انه درجتين مو على نظام ولي العهد والامير. بالمجمل الكل بارك هذه الخطوات. لا بارك خطوات الجوائز، بارك خطوات نظام المحترفين، بارك خطوات نظام الدوري، تقليل اللاعبين. أسوأ نسخة للدوري ممكن من سنوات يوسف. النقطة الوحيدة الإيجابية هذا 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 الموسم الدوري هل تشوفه يعني يرتقي فنيا ويقارن بالدوريات السابقة؟ أحسن الموسم الطاف هذا شيء خاصين منه. إيه. ما الموسم الطاف العفو يعني دوري الموسم الطاف حتى يعني هو هذا دوري بالنهاية ترى إحنا داخل ليفل الدوري مالنا يعني ما صعدنا وايد ولا نزلنا وايد هذا يعني دورينا بالنهاية. لا بالعكس. لكن الحين لما أنت ليش إحنا صارنا كم سنة دمج؟ كم سنة قاعد نلعب دمج يعني سنين. فهذا بالنهاية نتيجة المستوى الفني العام. هذه حسنة يعني لا غبار عليها. موضوع الدرجتين متفق لا وانا ليش اقول لك احنا سنين الدمج هذا النتيجه كاهيه موجوده. هذه النتيجه حاليا لما تصير بعدين احنا في نظام الدرجتين راح يتم طول عمر الفريق يركز بانه ما يطيح فريق ثاني يركز انه دائم لازم يصعد. انا يعني ما احب اتكلم بامور الداريه لكن الحين بتكلم قول قلبي متروس. اتمنى انا اكون يعني موجود في لجنه المسابقات بالاتحاد الكويتي لكره القدم. شو راح تسوي 20 سنه لقدام؟ احط جدول ثابت. احنا للحين ما ندري لعبتنا بالدوري اي تاريخ للحين. هل هذا يعقل يا اتحاد؟ ما ندري. نبي نعد الفريق ما ندري متى لعبتنا اي تاريخ 30 ولا 2 1 عمران تواجه نفس المشكله ولا 5 سابق صراحه تواجه. لا ما نواجه للحين ما ندري ننطر موعد نهائي كاس صاحب تواجه اسوء بالاتحاد السابق عشان يحط الجدول بس ما يخالف. انا احط جدول لمده 4 سنوات بس النقطه اللي قالها نقطه مهمه العمران ليش هو اليوم يعانيها لانه هو مدرب وانا عشتها مع المنتخب. انا اليوم لما اعرف مباراتي بعد اسبوع او بعد اسبوعين ومع منه فانا احضر جدولي وحمل التدريب اللود مالي على حسب الخصم وعلى حسب المباراه. ما تتفاجئ على فكره هذه من ابجديات المسابقات لان الان في برنامج بالكمبيوتر تحط الخصم منه يعمل لك نفس القرعه ويقول لك متى تلعب وما يتعارض مع الفيفا دي. الأسوأ ان انت ما تقدر تعمل جدول مسابقات وانت موقف خارجيا.
هذا أسوأ سيناريو. لأن أنت عارف أن الفيفا دي ما راح تشارك فما راح يتعارض. هذه نقطة سهلة جدا. لكن أنا أقول لك أنا ما أتكلم على الإخوان ولا اللي شأن في الإخوان، أتمنى التوفيق للجميع. لكن أنا مع رياضة الكويتية، أنا مع رياضة الكويتية يفترض أن الأمور تكون إلى الأحسن. الصالح يقول هذه النسخة الدوري أفضل، إحنا لا نقول أفضل ولا أسوأ، إحنا نقارنها. نجاح الدوري في المنافسة واحد، هل عندنا منافسة؟ نجاح الدوري على مستوى الإعلام، على مستوى الإعلام والنقل التلفزيوني. نقل التلفزيوني هذه السنة أسوأ نقل تلفزيوني، مو للدوري الكويتي الصالح، لأي دوري في دول العالم الرابع مو الثالث. نقل سيء في بعض المباريات من غير استوديو، في بعض المباريات من غير محلل، من غير معلق. بالإضافة إلى المشاكل الإدارية اللي صارت، مشكلة العربي والسالمية والجهرة والكويت، مشاكل الحكام، مشاكل اللاعبين، واللاعبين المو مهيئين نفسيا لخوض هذا الدوري بسبب الإيقاف. أنا بالنسبة لي يعني يجب أن تعاد النظر في أمور كثيرة. دكتور قاطعني بس بقول يعني شنو القرار، أتمنى أني أكون داخل لجنة عندك يا أحط 20 سنة لقدام، 20 سنة لقدام أبلش في كاس ولي العهد، بس بلش في كاس ولي العهد نظام المجموعات لنفس هذا النظام اللي أعطاه فرصة لإعداد الفريق للدوري كاس ولي العهد. أخلص من كاس ولي العهد وأخلص من مباراة النهائي، أدخل على بدايتي في الدوري أول لعبة، أخلص من القسم الأول ممكن أبتدي في كاس الأمير كنظام خروج المقلوب، بعد ذلك أكمل القسم الثاني، واللي يوصل النهائي نختم موسم رياضي في نهاية كاس الأمير. وهذا دوري 20 سنة لقدام، منظومة متكاملة. ليش أنا الحين أنا شنو ذنبي ما أدري متى مباراتي؟ متى مباراتي انا شنو ذنبي؟ انا هني في هذا البرنامج انتقدت لجنه المسابقات وانتقدت الجدول اللي قاعد يحطونه، لان هذا امر مو معقول ان انت مو قادر تصمم جدول للدوري. في عهد الاتحاد السابق قالوا ان بنحط يعني الجدول راح يجيك موسم كامل. احنا كنا نطلب من الاتحاد السابق الجدول ينزل صح. شهر 6 للموسم القادم لما ينتهي عشان نعرف شلون نروح معسكر. قالوا خلاص، بس كان الاتحاد السابق يعطينا الجدول الزمني لمدة سنة. إيه ليش؟ ما يصير أنا أعد فريق حق شهر 12 والحين أقعد من 16 من 16 12 ليه 5-1 أنا ما أدري متى ألعب الدوري. إذا ما وصلت الكاس خلاص. كانت في أزمة ملاعب، كل الأندية الحين سووا لها صيانة حق الملاعب، كانت في أزمة في الملاعب. لا 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 شوف معلش برضان 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 متعاونين مع الاتحاد برضان برضان معلش ما يخالف، احنا في ازمه ملاعب، في ازمه ايا كان، انت جدول يعني العفو جدول مكتوب ومحدد المواعيد، انت تنقل ملعب امر سهل. انا في ملعب هني والانديه متعاونه في هذا الخصوص، ففعلا انا كنادي ما اقدر ارتب نفسي عشان اعرف متى مباراتي. العفو يعني لجنه مسابقات شنو قاعد تسوي عيال؟ ابجديات يعني هذا هذا فتح الباب، هذا انت اول ما استلم نفس ما قال الدكتور تحط هذا الامر كله. احنا عندنا اي ما عندنا بي، وللاسف الشديد وهذه كارثه للرياضه الكويتيه. نادي درجه اولى يلعب ما يدري يعني قاعد يلعب ما يدري متى مباراته، مستحيل ما تصير بالرياضة يا جماعة، ما تصير. زين عموما من شماعة معاناة شماعة معاناة كابتن ناصر العمران شماعة تغطية الفشل إلى لجنة المسابقة. لا لا راح أوقف في فاصل قصير وارجع معاكم في 18 ملاعب. نروح إلى مباراة السالمية والكويت اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لكل الفريقين. بداية قبل لا نروح دقيقة بس للتنويه، أنا على أساس أنه نعم أنا أنتقد لجنة المسابقات الحالية وأيضا لجنة المسابقات الماضية. الماضية بو يوسف نعم كانت تحط لك جدول ثابت لكن تغير الملاعب ومنهم نادي كاظمة ناصر. أنا ما أدري شو ما تدري يعني على سبيل المثال بالموسم اللي طاف لعبوهم كل مبارياتهم في نادي فحيحيل نعم. الدوري الرديف وغير صالح للعب نادي كاظمة، مع أنه كانوا كاتبين لهم أنه مفروض أنه نادي الكويت ونادي حطوا لهم أندية معينة، بعدين صارت لما صارت الصيانة لهذه الأندية نادي كاظمة تحديدا ودوهم كل مبارياتهم في المنطقة العامة. زين محمد تغيير وتغيير الوقت أيضا. زين محمد تغيير نادي كاظمة كان مختلف ومسافر نادي كاظمة أيضا يفترض اليوم قاعد نفكر بالسنة هذه دخلنا يا شباب. لا أنا معاك السنة هذه بس شباب يعني الاتحاد السابق ما في لا أنا عليه من اليوم عليه من الاتحاد الموجود عليه من لجنة المسابقة الكويت مو قاعد يشارك خارجيا. أنت أثنيت على السابق وأنا قاعد أعطيك بلاوي السابق
بس مو اكثر من كذا. محمد حتى نادي كاظم محترفكم وصل المطار. انا ما قارن بالسابق والحالي. انا مساعد مدرب نادي كاظم عليه من اليوم. ابي الجدول ينزل. ناصر انت قلت الاتحاد السابق كان زين، يعني كان افضل، كان افضل معاك انا يعني. بس انا اقول لك محترفكم وصل من المطار للملعب مباشره بسبب تغيير موعد مباراه نادي كاظم. هذا كله لنادي كاظم. انا ما رايح لك لاعب الانديه الثانيه، هذا نادي كاظم بس. هذا كان يسويه طبعا تأجيل عشان مباراة القادسية يعجبونه لا احد غيره. تعلم بغض النظر، لكن انا قاعد اتكلم عن الاتحاد السابق. محمد محمد اسمح لي، اسمح لي تفضل. يفترض ان النقاش انتهى في البريك السابق. انا قاعد احترمكم، ارجو احترامي لك. لا 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 عندي محاور لازم التزم فيها. حاضر. التطون قاعد اعطيكم مجال، قاعد احترم الناس على اساس ما يصير شكلنا غلط ونتهاوش على من اللي يتكلم. بس يفترض ان احنا نتبع المحاور المعدين تعبانين عليها. هذا العرب، العرب مزعجين في في كل في كل مجال. بس بالنهاية انا اتكلم والله للامانه، بس اتكلم انه في جهد كبير قاعد يصير ما ابي اضيعه. اذا ما قدرت اضبط انا الموضوع هذا وصار كل واحد يتكلم على كيفه ضاعت. لا لا بيوسف مو قصة على كيف، بس طلعت فاصل بسرعة ما لحق يقرب. بس مو أكثر من كذا. لا لا أعطيتكم والله ترى هي دقيقتين يعني ما طول. مش دعوة. أرجع أرجع إلى أمون على منصور ما تشوف قل له عندي الموضوع. زين. السالمية والكويت تعادلوا بتعادل إيجابي 1-1 لكل الفريقين. الدكتور دهليس أصر إنه يلعب نايف زويد راس حربة، هل كان توظيفه من وجهة نظرك موفق؟ شوف بيوسف تسمح لي بس بتكلم جزئية مهمة بالنسبة لنادي السالمية. يمكن من افضل المباريات التكتيكيه، ما اقول لك يعني السالميه اليوم كان مميز، كان متوسط، لكن قياسا على المباريات السابقه كان افضل على مستوى الديسيبلين، على مستوى الالتزام. واللي شاهد المباراه راح يلاحظ ان اليوم السالميه كان عنده رغبه بالفوز. وانا اقول لك التحضير النفسي هذا ما كان يعني ما كان عادي بصراحه. المشكله الاداريه اللي حصلت بالنسبه لنادي الكويت ونادي الجهرة والسالمية والعربي أثرت تأثير كبير على مستوى التزام السالمية. وأنا متأكد أن الجهاز الإداري والجهاز الفني استغل هذه النقطة، واستغل نقطة أنه اليوم ممكن يهضم حقنا بسبب الاتحاد، وأنه ممكن نادي الكويت اليوم يجب أن نثبت لهم أن احنا أحق في الثلاث نقاط وأنه هضم حقنا. فأنا أقول لك لاحظت اليوم تركيز لاعبين نادي السالمية تركيز كبير، لكن في بعض الأمور اللي كنت أتوقع لو تغيرت كان ممكن تخرج نقطة وصورة أفضل على المستوى التكتيكي في السالمية، خصوصا النقطة اللي ذكرتها. مثال شاهدنا اليوم كثيرا نادي السالمية يعتمد على عمق الملعب من خلال دخول فيصل العنزي على اليسار ودخول عدي الصيفي. النقطة العكسية في هذه الجزئية أن نايف زويد يفضل اللعب يعني من بعيد، يحب يكون على طرف الملعب ويدخل، او حتى اذا كان تحت المهاجمين يحب يلعب بين الخطوط. لكن لما يكون عندك لاعب مهاري يحب يلعب بالكره ويحب يلمس بالكره وتقيده بواجبات بين قلبي الدفاع، فانا اقول لك انت قللت 70% من كواليتي اللاعب. النقطه الثانيه في ارتداد الهجمه، وانت تركز على العمق، لما يكون جناحتك للداخل الخصم وباكاته راح يصعدون عليك، راح يصعدون عليك بسبب تواجدك اوت اوف بوزيشن، خارج نطاق الخدمة أو خارج تمركزك الدفاعي. فأنا بالنسبة لي هذا كان سبب رئيسي في تفوق نادي الكويت في وسط الملعب. النقطة الأخيرة وهي بصراحة نقطة يتميز فيها نادي الكويت، وهي الكونتر أتاك بعد الكرة الركنية. شاهدنا فهد الهادي اللي سجل منها في التضامن، واليوم هادي خميس تحصل على ضربة جزاء، والسبب الرئيسي في طريقة دفاع الخصم. اليوم احنا نتكلم على المرتدة بعد الركنية، هي لها ثلاث جزئيات. اول واحدة اللي هي الكليرنس وانت شلون تشتتها، الثانية اللي هي منطقة التسديد، انت هنا لازم خلاص توقف الكرة. اللي قاعد يحصل الان ان الخصوم متركز في الدفاع ضد المهاجمين وتهمل المنطقة اللي هي منطقة الترانزيشن والتحول في الوسط. اليوم ما يعني ما تم نقل المباريات، لكن حضرت المباراة. نعم كابتن علي، مدرب الكويت ما بدل ولا تبديل في المباراة وما بدل ولا لاعب، برايك شو الأسباب؟ يعني أنا صراحة استغربت من الشغلة هذه. حضرت المباراة؟ أنا حضرت المباراة. شوف أغلب اللاعبين صراحة اليوم
يعني أدوا الأداء اللي مأمول منه، ولكن أنا كان في عندنا بس نقطة أو علامة استفهام على اللاعب فهد حمود اليوم صراحة، اللي كان في بطء شوية في خط الدفاع، والكرات أغلبها كانت يعني، وفريق نادي السالمي كان تلعب من خط الوسط إلى العمق إلى فهد حمود، استغلها المهاجم نادي السالمية نايف زويد صراحة بسرعتها، وكانت الكرات كلها طويلة على 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 اللاعب فهد حمود، واستغل وخذ أعتقد ركلة الجزاء. فأنا أتوقع أن اليوم فريق نادي الكويت عموما يعني أنا أتوقع يمكن ما عنده بديل مدافع حق فهد. إحنا قاعد نشوف الخطوط فريق نادي الكويت الآن يعني مثل ما تقول بعد عودة المصابين يا دوبك عندنا قاعد نجمع لاعبينا، فما أتوقع أن الكابتن محمد شاف لا داعي لهذا. أتوقع شوف إحنا مشكلتنا اليوم في 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 لاعب جمعة سعيد. جمعة سعيد صراحة يعني أنا لازم يعني الكابتن محمد إبراهيم يعمل على الضغط يعني يتدلع وايد صراحة اللاعب يعني صراحة يبي له قرصة إذن. كابتن يعني جمعة سعيد اليوم صراحة حاول إنه يقتل لنا هجمات بسبب تباطئه في 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 الكرة واستعراضه في الملعب. وبعد شيء ثاني صراحة ما عندنا يعني كثافة هجومية داخل خط 18 أثناء الكرات العرضية. هذا شيء صراحة يعني ملاحظ، وأنا قاعد أشوف لاعبيننا يعني لاعبين الوسط اللي المفروض يكونون تكملة حق الهجمة داخل خط 18 نشوفهم خارج خط 18، والمهاجمين يعني بروحهم يعني اللاعب أعتقد عبد الهادي خميس مع جمعة سعيد ما يقدرون يسوون شيء ضد أربع لاعبين يعني. فهذه يعني أتوقع اليوم فيها تعادل عادل. كيتا تعادل عادل. كيتا مع السالمية ما هو كيتا اللي إحنا نعرفه، مستوى يعني تحس إنه في دروب. نعم ممكن يعاني من أمور نفسية، ما استلم مستحقاته ومالية، تمركزه داخل ملعب مدرب دهليس يعني مو قاعد يحطه وسط ارتكاز اللي يستلم من المدافعين قلوب الدفاع ويبني هجمة. اللي أنا شفت الشوط الثاني كامل أبو يوسف، اللي عجبني الكل أمانة مدرب دهليس، لما أنت تعرف أن خصمك أفضل منك فنيا وتقرأ الخصم وتغير تكتيكك وطريقة لعبك داخل ملعب، برافو عليك. لأن اليوم لعب في 4-1-4-1، الواحد اللي بالنص فهد مرزوق، هذا اللاعب هو كان مفتاح اللعب، الكي بلاير للفريق، كان دائما مع جمعة سعيد، جمعة سعيد دائما مع جمعة سعيد بعملية المان تو مان. وأيضا الأربعة اللي في المقدمة اللي كانوا اللي قدام فيصل العنزي ونايف سويد في جهة اليمين عدي تحرك بالشوط الثاني وكان مقاتل. دهليس برافو، قرأ المباراة وعرف شلون يتعامل مع نادي الكويت بشكل جيد، وبرافو عليه وخطف نقطة. تمام تمام. مخرج يقول ما في كلمة خيرة. محمد كلمة خيرة. محمد طاير. محمد مورال صاير. محمد مورال صاير. لا صاير يعني صاير يعني يتم الضحك ليك صاير يعني ما يخليك وما يخليك. عموما ليلة سعيدة للجميع، نشوفكم على خير باكر إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج 18 في مالله مورال.